سمانتني الطفولة السعيدة والروح البريئة والثغر الباسم، قلوبهم لا تعرف الحقد، لا تحمل سوى الطيبة والحنان. الحياة جميلة في أعينهم. تأسست جمعية صوت متلازمة داون عام 2010، تعتبر امتداد لمدارس النهضة لمتلازمة داون سابقاً التي تم تأسيسها عام 1987 تحت مظلة جمعية النهضة النسائية الخيرية. أجمل شيء أنك ترسم ابتسامة على وجه طفل، فما بالك لو كان هالطفل من أطفال متلازمة داون. جمعية صوت متلازمة داون هي جمعية متخصصة لرعاية وخدمة الأطفال من ذوي متلازمة داون من الميلاد حتى التدريب المهني المنتهي بالتوظيف. بقليل من التشجيع والتحفيز يستطيع أن يساهموا بدورهم في خدمة مجتمعهم. دخلت المدرسة عمري 2 والحين كملت 29 سنة، توظفت مساعدة سكرتيرة، تعلمت القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، أسوي بشغلي تغليف حراري، تصوير، أطلع مجموعات رياضة. هذه لولوة إحدى موظفات في مدرسة صوت متلازمة داون بعد ما كانت إحدى طالبات المدرسة. التدخل مبكر عبارة عن استراتيجيات تطبق مع الأطفال اللي عندهم مشاكل في التطور، عبارة عن برنامج مكثف تأهيل للطفل إرشادي للأسرة، الهدف منه تطوير مهارات الطفل وتشجيع أقصى نمو لها حتى وتفعيل المهارات بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى تدريب الأسرة ومساعدتها لتطوير الطفل. وين أبو راكان وفريق برنامج أمنية؟ وش يسوون في محل الألعاب؟ وش كل هالألعاب اللي شارينها؟ وش السالفة؟ أبو راكان وصل لأطفال متلازمة داون، وش محضر لهم؟ خلونا نشوف. يعطيكم العافية، اليوم عندنا كرنفال عظيم جداً، احتفال مجموعة كبيرة جداً في متلازمة صوت داون. طبعاً الشباب والشابات اللي معنا في برنامج أمنية ما قصروا، فرفروا بنا الأسواق، ما خلوا شيء ما شروه، ما خلوا شيء يعني يجي على البال إلا جابوا لهم. هم قبلي طبعاً قاعدين يسقون، تعالوا معنا نستانس ونفرح مع الأطفال، تعالوا. يترى فريق برنامج أمنية وش محضرين اليوم لأطفال متلازمة داون؟ وش هالفرقة الاستعراضية؟ وش يسوون في مدرسة صوت متلازمة داون؟ الظاهرة الاستعدادات لحفلة كبيرة، بس وين بتكون؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا يعطيكم العافية جميعا، كيفكم شلونكم؟ صباح الخير، كيف الجو بارد عندك فوق؟ الله يقويك، أنا سعيد بكم جدا. اليوم عندنا أطفال متلازمة داون، يعني نبغى نسعدهم، نبغى نفرحهم، أنتم عظماء جدا، تسعدونا بوجود مساء الخير، بس انت ما فيش الكهرب بس عشان راسك، فسعيد بكم جدا. انت دور انت شله يا ابو سمره، ما كيف تتوقعون الحفل؟ اكيد نبغاهم يستانسون. اليوم احنا مسوي لهم مفاجاه كبيره جدا ومنتظرينكم، احنا ترى من كم يوم احنا ننسق
عسى تكونوا معنا وعسى نستانس مع الأطفال ونسعدهم الله يعطيكم العافية. والله ترى لو دقيت الجرس ها حتولع حريق. لا 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 خلاص موافقين موافقين لا حول ولا قوة. طيب ممكن كيف يطلع من الباب هذا عشان بس أفهم قبل ما نروح لل أكيد سوينا لك مفاجأة إن شاء الله. الله يقويك الله يقويك. حد أنا شيلك؟ لا لا أوكي. أنا سعداء ننتظركم ها. يلا 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 يلا. يا ترى كيف بتكون ردة فعل أطفال متلازمة داون بهالمفاجأة؟ حكاية أمنية عنوان حكاية أمنية عنوان. في وقت سابق اجتمع فريق برنامج أمنية مع إدارة مدرسة صوت لأطفال متلازمة داون وعرفوا منهم وش أقصى ما يحبوه أطفال متلازمة داون. الحضور رائع، تجمع حلو. لا 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 لا. السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شلونكم؟ كويسين؟ مبسوطين؟ اليوم احنا كنا بنحقق امنيه واحده لشخص واحد، بس الحقيقه برنامج امنيه قالوا بنحقق كل امانيكم انتم يا المجموعه كلكم. حلو؟ حلو ولا مو حلو؟ حلو. اكيد؟ اكيد. كل واحد يبي امنيه؟ نحقق امنيته؟ ها؟ ها؟ خلنا نشوف الشباب ولا البنات اقوى؟ ها؟ أكيد أبي الصوت، صوت عالي. هل نشوف البنات؟ البنات أكيد؟ أكيد. لا 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 من جديد، أكيد؟ أكيد. أوكي شباب أكيد؟ طيب هو 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 شوفوا 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 شوفوا. وبدا الكرنفال وبدا الاحتفال وبدا الأطفال يتحمسوا. بعضهم بدأ يشارك بالرقص كأنه أحد أفراد الفرقة الاستعراضية. وش هالكرنفال الجميل؟ هذا هو أقصى ما يتمنون أطفال متلازمة داون، لحظة فرح صادقة مثل قلوبهم. يحق لك تتحمس معهم يا بركان، مما يفرح وسط القلوب البريئة. الأطفال مبسوطين مستانسين قمة السعادة. اليوم كرنفال عظيم جدا جدا جدا، كل شيء تواجد، الهدايا، المهرجين، الألعاب. شكرا متلازمة داون اللي حقيقة استضافونا وفتحوا المكاتب والمدارس وتواجدوا معنا، يعطيكم العافية، استانسوا معهم. حكاية أمنيات عنوان فرحتنا، نعيش الخير ونجسد محبتنا، وفيها نجومنا الأطفال يشوفوا النور والأمان، ويلقون الفرح ألوان ألوان. فريق برنامج أمنية كان بيسعد دول الأطفال، لكن ما كان يتخيل سعادتهم بتكون بهذا الشكل. نجوم الخير
شاركهم بكل حب وسعادة ولي فرحنا يكتمل معاهم سعادتنا سعادتهم ودنيانا بهم تزدن تزدن. يا سلام آيس كريم وفشار كرنفال متكامل سمانة لي سمانة لي يا ترى وش كمان بقي الأطفال متلازمة داون من مفاجآت عند أبو ركان وفريق برنامج أمني؟ حكاية أمنية عنوان حكاية أمنية عنوان. يوم حافل يوم استثنائي حقيقة شيء عظيم جدا. إحنا ما صدنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين، مجموعة كبيرة من الأطفال، هدايا، ألعاب، المهرجين، المبدعين هذول الجميلين اللي شاركونا وأسعدوهم. الحقيقة مهما تكلمت يمكن أظلم هالطاقم حق برنامج أمنية، لكن تعالوا بعد في أطفال إحنا زرناهم في فصولهم وفاجأناهم بشيء جديد. تعالوا معي في هدايا وفي شغلات حلوة. تعالوا جي معي. يلا تعال يا زين الزين يا زين الزين. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من يبي هدية؟ أنت؟ يلا هذه هديتك. يلا مبروك عليك. واو مبروك. الهدية أكبر منك. وانت من هدية؟ خذي هدية. أعطيها هدية. يلا خذي الهدية. الله. من اللي يبي هدية؟ كرنفال وهدايا لجميع الأطفال في المدرسة. ما قصرتوا يا بركان. واو هذه هدية. من يبي هدية ثانية؟ أنت؟ واو شوف كبيرة مرة 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 مرة. هذه هدية. من يبي هدية؟ من يبي؟ أنت؟ هذه هدية. واه يا طبعا دي المرة صعب نقول للأطفال كلهم إنهم يفتحوا الهدايا عشان نشوفها. واو 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 واو. وهذه هدية. في 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 هدية ولا مو هدية؟ يا زينك عطوني هدية له. هاه هاه واو شوفي شوفي من عطاني. شوف شوف قولي لي قولي لي كذا. هاه الله الله. من اللي ماخذ هدية؟ أنت؟ يلا تاخذ هدية. يلا سم هذه هدية. حلو؟ أكيد حلو؟ يا زينة حلو ولا مو حلو؟ أوه في واحدة هناك نروح لها نروح لها. تعالوا تعالوا. أوف 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 أوف. تعالوا 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 تعالي تعالي بنروح لها. تعالي 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 خذي هدية. تعالي 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 يلا يلا يا زين. طول عمرك نشمي يا بركان ما تنسى أحد. يا زين هالفرحة. أكيد مبسوط أكثر. شوف مبسوط مبسوط. أنت مبسوط شوي ولا كثير؟ كثير. الله الله. يلا تعال 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 سلم عليهم. تعال سلم عليهم. تعال 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 سلموا عليهم. سلموا عليهم سلموا عليهم. يلا سلموا عليهم. سلموا سلموا سلموا. تعال. الله الله الله. أوه الله الله. أي أيوة. تعال تعال سولها سولها هذه سولها هذه سولها هذه. للأطفال لغة خاصة للتعبير عن الحب والسعادة من السهل فهمها. يا جماعة حنا في المدرسة الحقيقة مهما تكلمت عنها أنا كعضو جمعيات خيرية وعملت مع ناس كثير ومع جمعيات كثيرة إلا أن هالجمعية صوت داون مرة عظيمة. فصولها، المعلمين اللي فيها، المساحات الموجودة فيها، التنسيق، الحدائق، أماكن الترفيه، المسرح، المعلمين والمعلمات الموجودات فيها مرة شيء جميل جدا 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 جدا. إمكانياتهم عالية، قدراتهم عالية، استيعاب الفصول كبير جدا ومو صغير. يعني في مساحات، يعني لو تشوفون الفصل هذا عندنا يمكن 10 في 10. شوفوا في مكتبة، في ألعاب، في طاولات، في الله يكرمكم دورة مياه، في يعني مرة جميلة. شكرا صوت داون، شكرا للعاملين فيها، شكرا على استقبالهم، شكرا على الأطفال دول اللي أسعدونا بوجودنا بينهم. وأنا بديت أكسر في الشغلات بس هم قاعدين يفتحون في الهدايا. عادي جدا عادي جدا. ما أنا سعيد جدا. أنا ما أنا قاعد أجمع لكن مرة شيء حلو جدا.
شكرا برنامج أمنية أنكم أسعدتونا وأسعدتهم الحقيقة. ما دخلتوا شيء، جبتوا شيء جميل لهم يستاهلون. ها حبيبي شد، يلا ها يلا شد ها. ها ها. أطفال متلازمة الداون سعادتهم بابتسامتهم، قلوب ما تعرف الحقد، ثغرهم باسم، روحهم بريئة، طفولتهم سعيدة. يا جماعة أطفال الداون ترى عندهم إمكانيات وقدرات عالية جدا، فقط من يحتويهم وخاصة في البدايات. يعني هنا في المركز هذا يحتوون أطفالك من أول يوم ولادة إذا كان عنده تشخيص أنه في المتلازمة هذه. تعالوا شوفوا معي المبدع اللي ورا ذا وش قاعد يسوي. تعالوا تعالوا شوفوا. أستاذ أحمد مساء الخير، كيفك؟ شلونك؟ كويس؟ كله كويس الحمد لله. طيب أنت وش قاعد تسوي؟ وش الإبداع اللي عندنا هنا؟ إحنا عندنا اللي اسمها الأشغال الفن، حقة الفن. فن؟ فن، كلها فن. وأنت فنان أصلاً؟ أيوه أنا فنان معول يعني كنت. الله أنا فنان كبير. أنت فنان كبير وعظيم ومدرسة. على غليك، دي اسمها كوينك بيبر. اسمها إيه؟ كوينك بيبر. أوكي، وهذه؟ ودي الخلص الحراري. ها؟ الخلص الحراري. الحراري. طيب، وده إيه ده؟ وده برضو كوينك بيبر مع الخلص الحراري. الاثنين مع بعض. تسمح لي أمسك هذه؟ والجماعة شايفين هذه كلها ورق ملفوف زي هذا. هو اللي مسوي. دي اسمها سندريلا الأميرة. سندريلا. سندريلا. تتكلم؟ نعم. تتكلم ولا لا؟ لا بتكلمش. لا طيب. أنا بتكلم. دي سندريلا أنا عملتها لمين؟ المديرة المعلمتي اللي كانت وأنا كنت صغير. الله. عندي 7 سنين. كنت درست معاها. هي كانت تدلسني. وأنا صغير. وإحنا يعني سعداء إن في فنان عندنا عظيم زيك. أنا شايف أقول يعني مثلاً أنا بتشرف بيكم وأنت معنا. أنا بتشرف. نورت وأنا بنور معاكم. أنت عظيم. ممكن أبوسك؟ على خليك. شكراً أعطيتنا فرصة ومنحتنا أن نسوي لقاء معك. أنت شيء جميل جداً جداً جداً. على خليك. والله العظيم. تحية يا جماعة لي. تحية تحية تحية. السلام عليكم. حكاية أمنية فيها الطفولة تزين، نشاركهم بكل حب وسعادة ولين. فرحنا يكتمل معاهم، سعادتنا سعادتهم، ودنيانا بهم تزدن تزدان.